لا وجود للتهدئة في البيضاء، فميليشيا الحوثي والمخلوع تواصل خروقاتها في كافة الجبهات بالمحافظة بحسب مصادر منذ إعلان التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة الماضية. التعزيزات العسكرية للميليشيا متواصلة، والقصف على الأحياء السكنية في أكثر من مديرية لم يتوقف، كما أن حملات الاختطافات لا تزال مستمرة في مديريات عدة. في ذي ناعم تواصل الميليشيا قصف الأحياء السكنية في لحظة تتحدث المصادر أنها اختطفت 3 مواطنين في منطقة الظفريين بمديرية الطفة، كما نقلت 7 مختطفين آخرين من أبناء قرية القاهر إلى مديرية الملاجم، حيث يوجد 10 المختطفين من أبناء البيضاء والمحافظات الأخرى. وبالتزامن مع حملة الاختطافات التي تقوم بها الميليشيا، تنفذ أيضا هجمات على مواقع المقاومة في مناطق عباس والمختبئ من مواقع تمركزها في الجهيد والخليقة. إلى غضون ذلك استشهد طفل وأصيب 3 آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في الطريق بمنطقة مثله.